طبعا هنا أسوان بتشتهر بزراعة القصب. القصب أسوان شن نون شن لينيان يو جانج زي يوم جدا شو جانج جون دا جيجا جو جانج جو باي تانج. وطبعا احنا عندنا مصنعين لإنتاج السكر، سكر القصب. يو ليانجا دا كونج شن 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 تانج باي تانج داخل نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مصانع خارج المحافظات الثانية زي الأقصر وهنا و نحو جبين ذا شن تشان ليانغ جو سوي هاي شي يو داو واي مين ذا تي تا ذا كونغ تشان جيا كونغ سوي تشان شي شن تشان ذا كان جي ذا ليانغ سوي ذا داو. بالإضافة إلى طبعا مشكلة مصنع فيها ثروة إلى ناصر بنخش في صناعات كتيرة في الصناعة الدوائية والحاجات دي من أهم الحاجات في التكميم ومحتاجات التكميم في الزوارد يعني ما عندهاش حد، مش حد دلوقتي.